اهلا وسهلا، اخيرا الفيديو الثاني في القناة. فيديو اليوم راح يكون اجزاء كثيرة وطويلة. اول جزء اللي هو راح ارسم رسمتين، رسمة الفكرة مرة عجبتني اخذتها من انستغرام، وثلاث رسمات راح تكون كلها نفس الشيء بس الالوان مختلفة. انا اخترت ثلاث الوان اللي هي المائي والماركر، والثالثة اتوقع بخليها زي المانجا تكون رمادي واسود. وبعد ما انتهي من الرسمات راح أروح جرير وبروح محل مرة جميل بصور لكم كل شيء، وآخر فقرة راح تكون أجوبتي على أسئلتكم، كل الأسئلة من الإنستغرام. خلنا نبدأ. يلا نبدأ بأول رسمة. أول رسمة راح أستعمل الماركر بهذا الدفتر. هذا الدفتر من أحلى أنواع الدفاتر اللي ممكن تشترونها من جرير. طبعاً صورت وأنا أشتري هذا الدفتر وأكتب لكم اسمه وكل شيء. أوكي، هنا السكتشات وسكينة. ودخلت بينترست جالسة أدور رسمة وطلعت لي على طول الرسمة، مرة عجبتني، حسيت إنها تشبه طريقة رسمي. ويلا نبدأ بالرسم. بعد كذا عشان ما أتعب وإنه أجلس أعيد الرسمة، إيش راح أسوي؟ راح أجيب ورقة ثانية 5B5 وأخبطه بهالشكل. بعد كذا أحطه فوق الرسمة بهالشكل، بعدين أجيب القلم نفسه الميكانيكي وأبدأ بإعادة الرسمة هذا الشكل. وأخيرا خلصت الثلاث رسمات. هذه اللي راح ألونها بالمائي، ورقتها ثقيلة ولونها شوي أصفر. وهنا راح تكون واحدة بالماركر والثالثة بالأكريليك. غيرت رأيي، ما خليها زي المانجا، حسنا بالأكريليك تطلع أحلى. راح أبدأ بتلوين الماركر لأنه أسهل شوي عشان ألون وأنا مرتاحة بثبتها هذه اللسكة منها عشان ما تتوسخ الورقة. استعمل هذا المعجون بالشكل. أول شي راح استعمل هذه الدرجة من كوبيك ألوان ماركر. بعد ما استعملت هذيك الدرجة راح استعمل هذه الدرجة وبحطها في المناطق بس اللي راح تكون شوي غامقة. شرحي للتلوين وكل شيء، شرحت تلوين رصاص، أقصي تلوين خشبي وتلوين ماركر، كلها في الهايلايت حق الانستا. Thank you.
خلصنا أول رسمة اللي هي الماركر. أخ ظهري مرة يجاني. لا بس الصراحة يعني مو مرة أتقنتها، لكن بعدل العيون في رسمتين الباقية، حسيت العيون مرة متقاربة فببعدها شوي. وكتبوا لي في التعليقات كم تقيمون الرسمة من 10. والآن صار وقت إن اللون بالمعي، راح أثبته باللسك وراح أستعمل هذه الألوان المائية. في الفيديو الأول استعملتها، مستحيل أنطفي، مستحيل هالشكل. هنا حطيت تدرجات كاملة. يلا نبدأ. خلصنا. النتيجة للحين أحس إنها مرة بيرفكت، يعني إن شاء الله بتكون أحسن من الماركر. يب إن شاء الله ما ينقطع. مرة عجبتني. بعد ما شلت اللسكة طلعت النتيجة كذا، مرة تجنن. بس المشكلة إن الورقة بالشكل هذا. اكتبوا لي في التعليقات كم تقيمون الرسمة من 10. صراحة مرة حبيتها أكثر من الماركر، أحس رسمة ولا غلطة. عادي تكتبوا في التعليقات. بعد ما انتهيت من رسمتين صار وقت الرسمة النهائية، هذه هي. يلا نبدأ. دائما أبدا قبل أن نبدأ بالتلوين راح أخفف الرصاص بمساحة المعجون، وقبل أن نبدأ بالتلوين لازم نثبت الورقة أفضل. بعد ما انتهينا من تثبيت الورقة راح ألونها بهذا الأبيض أساس الألوان تندمج ويكون شكلها حلو. حطيت الدرجات الأساسية عشان استخرج منها درجة بشرة. تقريبا لي ساعة جالسة أحاول أعدلها ماني قادرة، بس ستيل بحاول إين بكرة أهم شي تضبط. عاد أدعو إنها تضبط. بخليها تنشف بعدين برجع أعدلها. وأخيرا بعد ما نشفت الرسمة تقريبا راح أبدأ في التفاصيل الباقية. أخيراً بعد ما انتهيت من الرسمة راح أشيل اللسك. مستعدين تشوفونها؟ 1 2 3. اكتبوا لي مين أفضل رسمة وأكثر رسمة عجبتكم. هل هذه رقم 1 أو هذه رقم 2 أو هذه رقم 3؟ والآن رحلتنا إلى جرير. هنا الكتب اللي الكل يعرفها. حبيت أشتري ستاند أقلامي، وهنا اشتريت قلم ميكانيكي 0.5. عجبني أشكال الستاندات عشان كذا قلت بصورها. أفضل مكان عندي هو مكان اللي فيه دفاتر، مرة يعجبني. وأخيرا لقيت الدفتر اللي أحبه للسكتش، وألوان كوبيك المفضلة. هذه أفضل درجة عندي، دايم استعملها لتلوين البشرة وتقريبا كل شيء، يعني حتى الشعر.
هنا أشكال الألوان كانت مرة رهيبة، شكلي سويته ألوان مائية. هذا أساس بسوي ترند اللي أرسم الزجاج. هنا أختي حبت تشتري سماعة، ولا ننسى أهم شيء إنه نأخذ المانجا مجانية، نأخذ لفة للمانجا اللي ما حد يشتريها. الآن صار وقت المحل المفضل. أفضل شيء عندهم الأكواب والستيكر والتعليقات حقت الشنط. والآن راح أجاوب على أسئلتكم اللي بالإنستغرام. أول سؤال، هل تفكرين تسوي مانهو؟ أفكر مرة أتمنى أني أسوي، صح أنه صعب بس أحس أنه مرة ممتع. نشوف ثاني سؤال، كيف أعرف أسلوبي بالرسم؟ لأني حاولت كثير بس ما عرفت كيف. الصراحة أنا بدايتي كانت مرة لا بأس فيها في أني أخترع طريقة رسمي، فبسطت الأشياء وبسطت إيش سويت كامل في دورتي. هي دورة أساسيات رسم وطريقة رسمي بالمربعات وكيف اخترت طريقة رسمي. وللي حاب يسجل في الدورة بحط لكم رقم التواصل في صندوق الوصف. نشوف ثالث سؤال، نصيحة اللي بدهم يجيبوا ألوان ماركر، شو أحسن نوع؟ أحسن نوع وأرخص نوع اللي هو هذا كمبتدئين. هذه الماركة مرة تجنن، شريتها من أليكسبرس بتلقونها بأمازون بس أتوقع للحين مخلصة. مرة رخيصة الألوان ومرة تبقى معاكم، تدرون هذه لها 5 سنوات مدري 4 سنوات معاي وللحين تكسب. يعني كل ما خلص قلم أبخ فيه عطر ويضبط على طول. إن شاء الله بسوي لكم الطريقة في فيديو جاي. نشوف السؤال اللي بعده، أسلوب رسم تحبينه؟ بحط لكم هنا في الشاشة الأسلوب اللي أحبه وقناته أساس تتابعونه. ما أقدر أرسم بخط خفيف، دائما يكون الخط قوي وما ينمسح، حاولت أعدل الشيء بس ما قدرت. أوكي، أول خطأ اللي يكون مسكة القلم. على حسب مسكة القلم أوريكم، تجيبون هذا. هي تقصد في إنه شوفوا أنا دايم أرفعه، ليش؟ لأن الرفعة بتساعدكم على تخفيف الرسم، فهمتوا؟ لأن لو حين بس أخفف كذا، لو أخلي الرصاص بهالشكل، شوفوا لما أرسم شايفين كيف الفرق بين هذا وهذا. فأنا أحب أني أطوله، مسكة القلم بهالشكل ترسمون بكل خفة. فيب أنصح دائما أنكم تطولون الرصاص، صح أنه ينكسر بس أنه مع التدريب بالتدريب إن شاء الله راح يضبط ما حينكسر. السؤال اللي بعده، أكثر لون يخلص عندك بسرعة؟ of course الألوان الأساسية اللي هو مثلا الأسود والأبيض، أكثر شيء الأسود والأبيض، واللي بعده مثلا الأحمر والأزرق. هذه الألوان الأساسية دائما دائما تخلص من عندي، بس أكثر شيء اللون الأبيض. كيف كانت بداياتك بالرسم وهل فكرت تعتزلين؟ بدايتي بالرسم كانت جدا جدا مبتدئة. إذا حابين أسوي فيديو كامل عن رسماتي القديمة وأعيدها، أعيد رسمها، اكتبوا لي في التعليقات. كم سنة ليك وانت ترسمين؟ تقريبا 5 سنوات إلى 4 سنوات ما أدري. كم عمرك وانت فتحتي القناة؟ تقريبا توي القناة اليوتيوب قبل 2 أو 3 سنين. أما إنه بديت أنشر رسمي قبل تقريبا أيضا 5 سنوات. وآخر سؤال اللي هو، اشرحينا عن الدورة. طيب خليني أشرح لكم عن الدورة بشكل كامل. الدورة هي قناة في تليجرام، فيديوهات جاهزة متكاملة مع صور رسمتها إلكتروني بالتفصيل، بوريكم صورة واحدة والباقي موجود كله في تليجرام ما حطلع. وأيضا شرحت رسم المربعات وشرحت كيف اخترعت أو كيف عرفت طريقة رسمي اللي عجبتني. ومن مميزات الدورة إنها تبقى معكم للأبد، لكن التواصل معي ومراقبة تطورك لمدة شهر فقط. غير كذا لسه ما سوينا السحب على هذه الألوان وهذا الدفتر، هذا الدفتر لسه نفس هذا. فيب اللي للحين ما اشترك ايش تنتظرون؟ لأنه راح أسوي السحب قريب. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدعموني بلايك واشتراك في القناة، ولا تنسون تضغطون على المنبه لأنه إن شاء الله بكون أنزل أسبوعيا في الأوقات الإجازة. وبس، باي.